النبي كان يأكل 3 تبعات قبل أن يفطر، ثم يصلي المغرب ويأكل. الشيء الذي لا يصدق أن سكر التمر أسرع سكر على الإطلاق، ينتقل من الفم إلى الدم ب10 دقائق. فإذا أكلت تمرات 3 وصل سكرها إلى مركز الشبع في الدماغ. بعد أكل التمرات 3 مضي 10 دقائق وقت صلاة المغرب، تشعر أنه أنت شبعان، تأكل باعتدال. الإنسان متى يشبع؟ بإحدى حالتين. الحالة الأولى وهي سيئة جداً، حتى تمتلئ المعدة، حتى يبرق، ويشبع إذا تنبه مركز الشبع في الدماغ. فإذا بدأت بالتمرات 3 وأكلتها وصل سكرها إلى مركز الشبع في الدماغ، تقدم على الطعام باعتدال كوجبة عادية في النهار. أنا سافرت إلى بلاد كثيرة، في بريطانيا يأكلون الفواكه قبل الطعام، وفي البرازيل أبداً يأكلون الفواكه قبل الطعام، شيء طبيعي، والأصل أن تأكل الفاكهة قبل الطعام. والدليل: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. جرب أن تكون هذه عادة دائمة، أنت تأكل بعد الطعام تفاحة، كلها قبل الطعام، وانتظر، تأكل باعتدال رائع جداً، ما في جوع شديد، لأنه مركز الشبع تنبه بالسكر الفواكه. سكر الفواكه أسرع سكريات بالوصول للدم، من الفم إلى الدم 10 دقائق. وإذا كان في بالدم سكر، وصل هذا السكر إلى مركز الشبع تنبه. من علم النبي ذلك؟ لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني توجيهات النبي الصحية ليست من اجتهاده، ولا من معطيات عصره، ولا من بيئته، ولا من اختراعه. إن هي إلا وحي يوحى. عود نفسك طوال السنة أن تأكل قطعة الفاكهة قبل الطعام، وجرب تأكل باعتدال، تشبع قبل أن تشبع. يعني توجيهات النبي الصحية ليست من اجتهاده، ولا من معطيات عصره، ولا من بيئته، ولا من اختراعه. إن هي إلا وحي يوحى. عود نفسك طوال السنة أن تأكل قطعة الفاكهة قبل الطعام، وجرب تأكل باعتدال، تشبع قبل أن تشبع.